قبل أيام أعلن ولي العهد السعودي مشروع المربع الجديد كأكبر داون تاون في العالم. سؤالي لك، هل تشعر بخطر المنافسة مع هذا المشروع الكبير القريب منك؟ لا أبدا، نحن نرحب بهذا المشروع لأن هنا العبقرية. عندما يكون لديك هذا المشروع في هذا الداون تاون الجديد، ولديك أيضا حديقة الملك سلمان ومسك وحي السفارات والجدية، كلها تشكل الرياض الجديدة. هذه هيئة الملكية لتطوير الرياض، نحن نرحب بها وأعتقد أنه مذهل. أنا أريد هذه الصورة، صورة المكعب. يعني مبنى المكعب مبنى مبهر في تصميمه، في حجمه. هل سيخطف هذا المبنى الصورة الرمزية للرياض من حي الطريف؟ ربما ترى، لأنه سيكون مبنى فريد وأعتقد أنه سيحدد ويعرف بمدينة الرياض. أظن أنه رائع ومذهل، لكن هناك درعية واحدة فقط. هذه 300 عام سوف ينظرون لطرف، ربما ننظر إليهم لكن سينظرون هم إلينا.